المشهد الأخير في حياة الفنان العالمي عمر الشريف ينتهي في مقابر العائلة بالسيدة نفيسة، بعد أن أدى عاشقوه ومحبوه صلاة الجنازة عليه في مسجد المشير طنطاوي. ولد عمر الشريف في 10 إبريل لعام 1932 بالإسكندرية لأسرة كاثوليكية نزحت من لبنان وقدمت إلى مصر، فكان اسمه ميشيل ديمتري شلهوب، الذي التقى المخرج العالمي يوسف شاهين في كلية فيكتوريا بالإسكندرية. درسا سويا ليبدأ أولى أفلامه مع صديقه أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم صراع في الوادي. تدفق الحب إلى قلبيهما بعد نجاح الفيلم، لتترك فاتن حمامة زوجها المخرج عز الدين ذو الفقار وتقترن بعمر بعد أن يغير ديانته إلى الإسلام، لينجبا ابنهما طارق في زواج دام أكثر من 20 سنة، ويقال بأن هذا الزواج هو الزواج المعلن الوحيد في حياة عمر الشريف، هذا الوسيم الذي جذب بملامحه نساء العالم. بقول لكم الباقي في حياتكم، فقدنا فنان عظيم وفنان كبير جدا وفنان قدم مصر في احسن شكله في احسن صوره. يعني هو كان مصر على انه يكمل مشوار عمره في القاهره، وكان مصر على انه ينهي حياته في القاهره، وكان مصر على انه كل اولاده يتعلموا عربي وكل احفاده يتعلموا عربي. استفسار عند الناس، غياب الفنانين النهارده في العزم. والله بص، يمكن غياب الفنان، اولا احنا معلش طبعا كل واحد ليه عذره، وكل واحد في ناس كتير قوي مسافره بتعمل عمره، وفي ناس بيخلصوا شغلهم في رمضان، انت عارف الشغل بيبقى فيه مجهود جامد جدا، فطبعا بيسافروا بره مصر، فما كانوش يعني متوقعين انه يحصل كده، ما كانوش متوقعين ان ربنا يكرمه الكرم ده كله، الحمد لله. في اوائل الستينيات التقى المخرج العالمي ديفيد لين، الذي اكتشفه وقدمه في افلامه العالميه لورانس العرب ودكتور زافاغو، ليترشح لجائزة الأوسكار عدة مرات، بينما فاز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل عن دوره في فيلم دكتور زافاغو، كما حاز على جائزة سيزر أفضل ممثل عن دوره في فيلم السيد إبراهيم وأزهار القرآن لفرانسوا ديبرون. أما آخر أعماله المصرية فكانت أمام الزعيم عادل إمام في فيلم حسن ومرقص، الذي يتحدث فيه عن المسيحيين والمسلمين في مصر. حاجة ما تلاقيهاش خالص في الأجيال اللي موجودة، تعلمت منه الالتزام، كان واخد الأمور جد، وكأنه لسه طالب جديد، وكأنه لسه ممثل جديد. كان يجي يقف في البرد في نيويورك على الباب عشان ما يأخرش الباص ولا دقيقة. راجل عظيم واقف قدام الكاميرا حافظ اللاينز بتاعته وحافظ الأسطر، محترم، بيحب الشغل، بيحب المهنة. ادعوا له ان ربنا يرحمه يا رب، وهو انسان جميل وفنان جميل وفنان عالمي، وصل يعني الأمة العربية كلها للعالم بالفن الجميل اللي هو قدمه، وربنا يا رب يغفر له يا رب بإذن الله. تنقل عمر الشريف كالطير الثائر بين أدوار الشخصيات والبلدان والمشاهير من النساء، إلا أن حياته تقف في مستشفى للأمراض النفسية، لتكون المفاجأة أن عمر الشريف كان يعاني من مرض الزهايمر طوال الأشهر الماضية، الأمر الذي جعله لا يتذكر أنه كان ممثلاً أو أنه قام بهذه الأدوار في أفلامه أصلاً، لتنتهي حياته بعد رفضه للطعام في حالة زهد كان يمر بها في أيامه الأخيرة، ليتوقف قلبه عند عمر 83 سنة بعد رحلة وكفاح من العطاء العالمي. منى عشماوي، الجديد من القاهرة.